تعقد الدورة 17 من معرض السفر والسياحة الخارجية في بكين عاصمة الصين في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر تحت شعار الجمع بين المنتجات الجديدة والخاصة والمميزة من وجهات سياحية عالمية، حيث يشارك في المعرض أكثر من 200 مؤسسة من أكثر من 50 دولة أو منطقة مثل تونس ومصر وأستراليا وجنوب أفريقيا. وشهد المعرض مشاركة ناشطة من جانب التونسي وأرقى صفيان تقية وزير السياحة التونسي خطابا رئيسيا في المعرض لعرض اتجاهات صناعة السياحة العالمية وتقديم آخر تطورات في السياحة التونسية، كما زار عادل عربي السفير تونس لدى الصين وحلمي حسين المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة الجناح التونسية في المعرض. التعاون السياحي والثقافي بين تونس والصين هو تعاون مهم، ولدينا عديد البرامج الثقافية والسياحية بين تونس والصين. الصين بلد قديم وعريق ذو حضارة، وتونس كذلك بلد له حضارة قديمة أكثر من 3000 سنة من الحضارة، بالتالي هناك التقاء في هذين المعطيين، المعطى الثقافي والمعطى السياحي. مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في هذا المعرض سي او تي تي ام 2024 تأتي هي كتتويج للعمل اللي يقوم به مكتب ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة ببكين على مدار السنة، لأنه فما تعاون وتبادل كثيف السنة هذه، خاصة لأن سنة خاصة لأن حظيت بزيارة السيد رئيس الجمهورية التونسية إلى الصين وأيضا زيارة السيد رئيس الحكومة التونسية إلى الصين، وبالتالي فما زخم وعمل كبير للدفع والرفع من التعاون السياحي بين البلدين. والجدير بالذكر أن جناح تونس يجذب الزوار بعناصره المتنوعة بما في ذلك منطقة التجربة ومنطقة المناقشة. نحن قادمون من تونس لتعريف السياحة التونسية في هذا المعرض، وخصيصا من مدينة الجم وهي مدينة رومانية. كما تعلمون تونس تزخر بعديد المواقع الأثرية والرومانية بالخصوص، ويمكنكم زيارتها في مدينة تونس وفي مدينة الجم وغيرها من المواقع المهمة. كما تشارك الدول العربية الأخرى مثل مصر والجزائر أيضا في هذه الدورة من المعرض. أهلا وسهلا بكم في الجناح المصري في معرض الكتم. مصر حريصة على المشاركة في هذا المعرض لما يمثله من أهمية، حيث أنها تعد فرصة جيدة للالتقاء مع كل من العاملين في المجال السياحي من منظمي الرحلات والشركات السياحية. شركتنا تتوفر على رحلتين أسبوعياً، رحلة مباشرة إلى الجزائر ومن الجزائر إلى عدة اتجاهات في إفريقيا ودول العالم ككل.